بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنكمل شغلنا في كورس الفلسفه. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا مع حضرتك عن حاجه اسمها الاكسبلينيتوري اند ريسبونس فاريبلز، وشفنا الكورليشن وشفنا حاجه اسمها الار. فكر حضرتك كده باللي حصل المره اللي فاتت. الكورليشن دي يا جماعه كان ايه لازمتها، او ايه يعني كلمه كورليشن، او الار اللي انت كنت بتجيبها دي كان ايه لازمتها؟ نفكرك كده، الكورليشن دي يا جماعه كانت بتشوف السكاتر خلاص، او بتميجر الاتجاه خلاص، يعني بتشوف الدايركشن والسترينث خلاص، بتقيس اهو الدايركشن والسترينث. ده عباره عن سكاتر بلوت بتوين تو كوانتيتيف فاريبلز خلاص. يبقى الكورليشن عندنا يا جماعه كانت بتشوف الاتجاه، لو افكرك تاني كده، كانت بتشوف يا جماعه الدايركشن خلاص والسترينث بتوين تو كوانتيتيف فاريبلز. دي كده اللي هي ايه يا جماعه؟ الكورليشن. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الريجريشن. ايه الريجريشن ده يا جماعه بقى؟ اللي انت كنت بتشوف، بس مجرد بتعمل سكاتر عشان تشوف الدايركشن ماشي ازاي، وتشوف الار بتاعتك مش عارف بوزيتيف ولا نيجاتيف، وتشوف بقى هي مثلا قريبه من الواحد ولا قريبه من الماينس واحد ولا قريبه من الصفر ولا ايه، خلاص عشان تعرف ايه السترينث بتاعت الايه العلاقه بين التو فاريبلز خلاص. ولو والله لو الار كان بوزيتيف او الريجريشن ده كان طالع بوزيتيف، يبقى دول كده علاقه تناسب طردي. لو طالع نيجاتيف يبقى علاقه تناسب ايه عكسي، بين تناسب عكسي بين التو فاريبلز. طيب احنا هنا الريجريشن بقى يا جماعه، اللي انت يبقى فيه علاقه بقى، يبقى فيه هترسم حضرتك خط كده، الخط ده بيدرس او بيبقى بيجيب لك العلاقه بين تو كوانتيتيف فاريبلز دول. مش مجرد بس ان انت بتقول لي ايه ان علاقتهم مع بعض دايركتلي بروبوشنال او انفرسلي بروبوشنال بس، لا ده انت هتجيب العلاقه بقى، يعني هتحاول تربطهم ايه يا جماعه؟ بايكويشن خلاص. فانت بيبقى فيه خط كده، ده اللي احنا بنسميه يا جماعه الريجريشن لاين خلاص. يعني الخط ده كده اللي احنا بنسميه ريجريشن، اللي هو العلاقه بين الايه التو كوانتيتيف فاريبلز. طيب الريجريشن لاين ده يا جماعه، الريجريشن ده لاين ده بيقول لك بريدكت ذا تشينج ان واي وان اكس انكريزز باي 1 يونت خلاص. يعني بيحاول يتوقع العلاقه ايه بين التو كوانتيتيف فاريبلز، يعني يحاول يشوف الواي دي خلاص، بيحاول يشوف الواي دي كده هيحصل فيها ايه التشينج اللي هيحصل فيها لما الاكس تزيد بمقدار 1 يونت. في مشكله كده؟ طيب التشينج اللي بيحصل عندنا ده يعني ايه كلمه التشينج دي يا جماعه؟ التشينج دي يا اما انكريز يا اما ديكريز خلاص. كده ده كده الايه التشينج اللي ممكن يحصل. طيب تعال ناخد مثال على الكلام ده كده. انت عندك مثلا علاقه بين الستادي تايم خلاص، وقت المذاكره بالساعات، والجريد بوينتس افريج بالجي بي اي. طبعا خلاص انت عرفت بقى حضرتك من المره اللي فاتت مين الديبندنت ومين الاندبندنت خلاص. كده عرفنا ان الستادي تايم ده ديبندنت ولا اندبندنت؟ لا اندبندنت صح كده. والجريد بوينتس افريج او الجي بي اي بتاع الطالب ده هو هيبقى عباره عن ايه بقى يا جماعه؟ الديبندنت فاريبل. لان زي ما احنا قلنا ان مين اللي معتمد على مين؟ والله الجريد التقدير هو اللي معتمد على ايه يا جماعه؟ على عدد ساعات المذاكره، مش العكس. يعني انت لو واحد جاب تقدير عالي معنى كده بقى ان هو هيروح يذاكر كتير، في يعني هل ولا بيذاكر كتير عشان يجيب تقدير عالي خلاص. فتفهمها كده. فدول كده الايه التو كوانتيتيف فاريبلز عندنا، عدد ساعات المذاكره مع الجريد افريج. تتوقع حضرتك، تتوقع كده يعني الريجريشن لاين، الريجريشن لاين ما بينهم او العلاقه ما بينهم هتبقى دايركت بروبوشنال ولا انفرس بروبوشنال؟ يعني كل ما زادت ساعات المذاكره كل ما الجريد جي بي اي سوري كل ما الجريد بوينت افريج اللي هو الجي بي اي بتاعك زاد ولا قل؟ ها تتوقع ايه؟ خلاص هتوقع اكيد ان هو ايه يا جماعه هيزيد خلاص. يعني بس احنا زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت، يعني العلاقه بقى ايه لما حتى لما جبنا الار ما كانتش 1، يعني لان في فاريبلز ثانيه، لان احنا قلنا ايه الكورليشن دازنت مين كوزيشن خلاص، ان هو في فاكتور ثانيه. يعني ممكن واحد يذاكر تلاقي واحد بيذاكر قليل وجايب جي بي اي عالي خلاص. بتعتمد بقى طريقه المذاكره، هو نشن على حاجات مذكرات معينه مثلا، ذكائه عالي، كان نايم كويس، الكلام ده كله ايه في فاكتور ثانيه غير ايه ساعات المذاكره. واحد بيذاكر احد يذاكر طول الليل والنهار مش فاهم اي حاجه، مش بيجمع حاجه، فبالتالي الجي بي اي بتاعه هيبقى ايه يا جماعه؟ هيبقى قليل خلاص. طب هناخد مثال تاني كده. يعني ده كده قلنا العلاقه ايه يا جماعه؟ طرديه. ده كده شكل، ده انت متوقع شكل الريجريشن لاين هيبقى بالمنظر ده كده خلاص، هيبقى الايه العلاقه طرديه. طب لو خدنا بقى كده تايم سبنت اون فيسبوك، عدد الساعات اللي انت بتقضيها على الفيسبوك قصاد الجي بي اي بتاعك او قصاد التقدير بتاعك الجريد بوينت افريج، تتوقع كل ما تقضي وقت على الفيسبوك اكتر كل ما هتجيب درجات احسن، كل ما هتنجح كل ما هتجيب تقديرات احسن؟ لا، هتبقى العلاقه ايه يا جماعه؟ عكسيه. الريجريشن لاين هيبقى ايه نازل لتحت كده.
فده كده اللي هو الريجريشن لاين. طب انت بقى، ما انت انا هتقولي معلش ده كده، ما انت ما انا عارفه من الكوريليشن، ممكن اقوله لك من الكوريليشن مثلا. ما ايوه، ما انا بوضح لك ان الكوريليشن بيكمل الريجريشن خلاص. فانا عايز بقى يعني، انت كنت المره اللي فاتت في الكوريليشن خلاص ما كناش بنجيب ايكويشن، ما كناش بنجيب معادله الخط ده كده يا جماعه خلاص. احنا المره دي اللي عايزين نعمله ان احنا عايزين نجيب معادله الخط ده. تعال نشوف بقى هنتصرف ازاي في الموضوع ده. طيب ايه الريجريشن لاين؟ بص الريجريشن لاين المعادله بتاعته خلاص، طبعا انت شفتها ان هي معادله خط مستقيم. فمعادله خط مستقيم بتقول لك ان واي بتساوي بي نود زائد بي 1 في اكس خلاص، حيث ان البي نود ده هو الانترسبت، والبي 1 هو مين يا جماعه؟ السلوب. وده كده البريدكتد فاليو اوف واي. وخلي بالك من كلمه بريدكتد، هتقول لي يعني ايه؟ اصل هقول لك على حاجه تعرفها كمان شويه. في حاجه اسمها بريدكتد فاليو وفي حاجه اسمها اكتوال فاليو. هو في فرق بينهم؟ اه في فرق بينهم، هقول لك عليه كمان شويه. اوكي طيب بعرف لك بس الحاجات دي، بقول لك ان دي كده الواي دي حاجه اسمها بريدكتد فاليو اوف واي خلاص. البي نوت بتاعنا ده الانترسبت او الواي انترسبت، البي 1 بتاعنا ده السلوب خلاص، والاكس بتاعتك اللي هي الايه؟ الاني فاليو اوف اكس خلاص. يعني اي قيمه الاكس تقدر تجيب عندها يا جماعه البريدكتد فاليو ايه اوف واي. طيب هنا ده انا عرفت لك كده كل اللي في المعادله. فمثلا حاجه بالشكل ده كده خلاص، ادي المثال الاول اللي احنا خدناه الستادي تايم اورز قصاد الجي بي اي خلاص. عايز توقع لي انت الحاجات دي، دي المعادله بتاعتك، دي كده معادله الخط المستقيم ده مثلا خلاص. فبيقول لك ان الواي هو الجي بي اي خلاص، والاكس اللي هي هتبقى عباره عن مين يا جماعه؟ عن الستادي تايم اللي هو الديبندنت والايه؟ والاندبندنت، والاندبندنت فاريبل. طيب البي نود اهو اللي هو الانترسبت ده خلاص كده، ده اللي هو مين يا جماعه؟ البي نود. طيب والبي 1 ده اللي هو مين يا جماعه؟ السلوب. ولاحظ حاجه، الخط ماشي في اتجاه ايه يا جماعه؟ في الاتجاه ده كده صح. يعني كل ما الستادي تايم او ساعات المذاكره تزيد خلاص، كل ما الجي بي اي يحصل له يا جماعه يزيد، علاقه كده طرديه صح. يبقى هو ماشي في اتجاه اللي هو الفوق ده، عشان كده الاشاره هنا عندنا كانت ايه يا جماعه؟ بوزيتيف خلاص كده. طيب ده كده اللي هو ايه المثال الاول عندنا. طب المثال التاني اللي هو بتاع التايم سبنت اون فيسبوك، الساعات اللي انت بتضيعها على الفيسبوك، العلاقه بص بقت عامله ازاي يا جماعه؟ بص كده، واي بتساوي بي نود ماينس خلاص ماينس بي 1 في اكس. طبعا خلاص عرفنا ان الواي ده الجي بي اي، والاكس اللي هو الايه؟ التايم سبنت ان ايه؟ تايم سبنت اون فيسبوك خلاص. طيب هنا برضو حضرتك هتلاقي ان البي نود خلاص هو الجزء الانترسبت او الجزء المقطوع من محور واي خلاص. طيب البي 1 برضو اللي هو السلوب، لاحظ بقى الاتجاه المره دي، الاتجاه هيبقى يا جماعه نازل لتحت، الاتجاه نازل لتحت. يعني معنى كده ان كل ما التايم سبنت اون فيسبوك اورز زاد خلاص، كل ما الجي بي يحصل له ايه يا جماعه؟ اللي يعني العلاقه بينهم ايه؟ عكسيه. فعشان كده لقينا ان الاشاره هنا ايه يا جماعه؟ نيجاتيف. طيب كمل كده. يبقى دي كده العلاقه بتاعتك اللي هي الواي بتساوي بي نود زائد بي 1 في ايه؟ في اكس. طب حضرتك ايه المطلوب منك؟ والله انت عايز تجيب العلاقه، عايز تجيب العلاقه بين واي واكس من التو. مش انت قلت لي عايز تجيب علاقه بين الريجريشن ده اللي حضرتك عايز تجيب العلاقه بين واي واكس من التو كوانتيتيف فاريبلز دول؟ اه يبقى لازم حضرتك تجيب لي مين ومين يا جماعه؟ لازم تجيب بي نود ومين يا جماعه؟ وبي 1. طب من المعادله كده يا جماعه البي نود بيساوي ايه؟ لو حبيت تجيب لي اهو البي نود بيساوي مين يا جماعه؟ واي خلاص ماينس بي 1 اكس خلاص. يبقى كده البي نود بيساوي واي، بس خلي بالك ده اللي هو الافرج واي يعني خلاص، الافرج واي ناقص بي 1 في اكس افرج. حلو قوي. طب البي 1 هيساوي ايه؟ قال لك بص بقى، البي 1 ده يا جماعه بيساوي ار اللي احنا كنا حسبناها من المره اللي فاتت في اس واي على اس اكس، اللي هو الستاندرد ديفيجن بتاع واي على الستاندرد ديفيجن بتاع مين يا جماعه؟ بتاع اكس. طيب عشان نفهم احسن اكيد لازم ناخد ايه يا جماعه؟ ناخد مثال نطبق فيه الكلام ده، عشان حضرتك تقدر تجيب ايه؟ نوريك ازاي بتقدر تجيب البي نود والبي 1. طيب تعالى كده نشوف مثال معانا. هنا بيقول لك سبوز a researcher wants to predict تمام a student GPA from the amount of time they study each week. راجل عايز يجيب او عايز يتوقع يبريدكت خلاص ال student GPA from the amount of time they study each week. طيب هنا طبعا احنا عرفنا مين الديبندنت ومين الاندبندنت خلاص، عرفنا التايم سبند تايم ستادي ده اللي هو ايه يا جماعه؟ الاندبندنت. والايه والجي بي اي هيبقى هو مين يا جماعه؟ الاندبندنت. حلو. طيب هنا ادي الستادي تايم خلاص، وادي الجي بي اي بتاع الستودنت دي. عندنا جورج وفانيسا ومش عارف وصوفيا وايما وميليس ميليسا وباتريك مثلا خلاص. طيب
دول كده الستودنتس بتوعنا. ده كده ده بيذاكر ساعة، ده اتنين، ده تلاتة، ده خمسة، ده ستة، ده تمانية، ده 10، وده الجي بي اي بتاع كل واحد. خلاص كده. طيب هنا خلي بالك انت لازم حضرتك تحدد ايه على المحاور بتاعتك، تحدد الديبندنت والاندبندنت. طيب عشان نحدد الديبندنت والاندبندنت، هو بيقول لك ايه يا جماعة؟ بريدكت ا ستودنت جي بي اي، بيتوقع الستودنت جي بي اي، صح كده؟ طيب يبقى ده كده هيبقى الديبندنت والاندبندنت. خلاص احنا عرفنا ان ده اللي هو هيبقى مين يا جماعة؟ الديبندنت، فده اللي موجود على محور واي، يبقى كده الجي بي اي هو اللي موجود على محور واي، وبالتالي ده هيبقى القيم بتاعته هتبقى هي الواي. خلاص هتبقى هي الواي اي، والستادي تايم طبعا هو اللي هيبقى موجود على مين يا جماعه؟ على محور اكس. خلاص والقيم بتاعته هتبقى هي الاكس اي. طيب عايزين احنا بقى نجيب ايه؟ نجيب الكوريليشن ما بينهم. خلاص ده رسمنا النقط اهو، ده السكاتر بتاع النقط. خلاص واضح. خلي بالك بقى من السكاتر ده، ركز في حاجه يا جماعه، السكاتر بيقول لك ايه؟ اللي بيقول لك الريجريشن ولا الكوريليشن؟ لا السكاتر بيقول لك كوريليشن. فانت من هنا واضح ان الكوريليشن ما بينهم ايه يا جماعه؟ ان هي بوزيتيف. طيب عشان تعرف السترينث بتاع الكوريليشن دي بتجيب مين حضرتك؟ بتجيب الار. في مشكله كده؟ طب عايز بقى العلاقه ما بينهم. خلاص عايز العلاقه اللي بتربطهم، يبقى انت كده بتعمل ايه يا جماعه؟ ريجريشن. فهمت بس القصه او الفرق بين الريجريشن وايه؟ والكوريليشن. طيب عايزين احنا نجيب الريجريشن. خلاص عايزين نعمل ريجريشن. والله عشان تعمل ريجريشن خلاص انت عايز ترسم خط وتجيب له مين؟ البي نود والبي اي والبي 1 بتاعه. خلاص ده كده الخط ما بينهم. طيب انت عشان ترسم الخط بقى هترسمه ازاي؟ يعني انت مطلوب من حضرتك، يعني انا هديك داتا مثلا. خلاص يعني هديك في هسألك سؤال مثلا، هجيب لك داتا زي دي كده. خلاص واقول لك هات لي العلاقه. طب ما انت عشان ترسم الخط ده يا جماعه مش حضرتك لازم تبقى عارف مين؟ لازم تبقى عارف البي نود، ولازم تبقى عارف مين يا جماعه؟ السلوب. والله لما تعرف البي نود هتيجي تقف هنا ومعاك السلوب، ترسم بقى الخط ده من نقطه وميل. خلاص اللي هي النقطه دي والميل، يا اما ايه تشوف بقى تعوض في الايكويشن دي باي نقط، تجيب نقطه ثانيه. خلاص وترسم ايه الخط ده كده. حلو. طيب عايزين بقى عم نجيب ايه؟ البي نود والبي 1. طب لازم تجيب لي حضرتك بقى الاكس بار اللي هو الافريج، الافريج بتاع الاكس طلع بخمسه، الواي بار الافريج بتاع الواي طلع ثلاثه، الستاندرد ديفيجن بتاع الاكس طالع 3.26، والستاندرد ديفيجن بتاع الواي يا جماعه طالع 1.08. يعني شفنا ان الحاجات دي بنحتاجها في ايه يا جماعه؟ في حسابات البي 1. خلاص. طيب والار حسبتها زي ما شفنا في المره اللي فاتت، في الفيديو بتاع المره اللي فاتت بتحسب الار ازاي، فحسبت حضرتك الار ب 0.94. حضرتك دلوقتي تقدر تجيب مين يا جماعه؟ هي معايا الداتا دي اقدر اجيب مين؟ اهي دي كده الداتا اللي معايا. انت عايز بي نود وبي 1. طب بي نود انت عارف ان هو بيساوي واي بار ناقص بي 1 في اكس بار، يبقى انت حضرتك انا معايا الواي بار ومعايا الاكس بار. خلاص يبقى عشان اجيب بي نود محتاج مين يا جماعه؟ بي 1. تروح حضرتك تجيب بي 1، صح كده؟ بي 1 بيساوي ار في اس ستاندرد ديفيجن واي على ستاندرد ديفيجن اكس. طب الداتا دي معايا او الارقام دي معايا؟ اه الارقام دي معايا. خلاص تعوض في الايكويشن دي تجيب لنا حضرتك مين يا جماعه؟ البي 1. تاخد البي 1 تطلع تعوض بيها في الايكويشن بتاعت البي نود، يبقى انت كده حضرتك بتجيب مين يا جماعه؟ بتجيب البي نود. جبت البي نود والبي 1 تقوم رايح معوض في الكورليشن بتاعت الواي، يبقى انت كده جبت لنا العلاقه بتوين التو كوانتيتيف فاريبلز اللي هم مين يا جماعه؟ الجي بي اي والستادي تايم ايه؟ الستادي تايم اورز. خلاص دي كده العلاقه ما بينهم. طيب انت كنت بتقول لي حضرتك حاجه ان هنا الريجريشن ده بيوضح ان الزياده بيوضح التشينج اللي هيحصل في الواي نتيجه 1 يونت تشينج ان مين يا جماعه؟ ان اكس. ما هو اكوردنج تو العلاقه دي خلاص حضرتك هتبقى عارف بقى ده العلاقه بين الواي والاكس، هتبقى عارف عند اي قيمه الاكس تقدر حضرتك تجيب القيمه بتاعت مين يا جماعه؟ الواي. طيب ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. طبعا مفكر حضرتك بس قبل ما نشوف، انت عشان ترسم الخط ده خلاص، انت الخط ده خلي بالك مش عندك انت وقعت النقط. يعني انت في الاول حضرتك بص عشان نوضح لك احسن برضو على ايه، على ورقه فاضيه كده ونوضح لك ايه فيها الامور دي. طيب هناخد هنا الداتا اللي كانت عندنا. انت حضرتك لما بدات يعني عشان تحل المساله، انا مديك مساله، انت حضرتك هتحل ازاي؟ والله بص حضرتك هتبدا كالاتي. ادي هنا هيبقى الواي بتاعنا اللي هو مين يا جماعه؟ الجي بي اي، صح كده؟ وادي الاكس بتاعتنا اللي على محور اكس، ده اللي هو مين يا جماعه؟ الستادي تايم بالاورز، صح كده يا جماعه؟ حضرتك انا مديك جدول، هتوقع النقط دي عادي جدا، هتوقع النقط دي عادي خالص. مثلا ده ايه؟ ده توقيع النقط بتاعنا. طب عايز ترسم خط هترسمه ازاي؟ ما انت مش هتيجي جهجهوني كده ترسم لي الخط. لا ما انت عشان ترسم الخط بقى حضرتك رحنا حسبنا مين؟ حسبنا البي نود والبي 1.
خلاص رحنا حسبنا البي نود والبي 1 صح كده. طب لما حسبنا البي نود والبي 1، بص بقى حضرتك هتيجي تعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هتقوم رايح حضرتك بقى موقع البي نود هنا، وليكن ده كده البي نود اللي حضرتك جبته، القيمه بتاعتك ما انت عارفها بقى على محور واي. طب عايز ارسم الخط، ما حضرتك معاك سلوب، حضرتك معاك سلوب صح كده. طب هترسم الخط ازاي؟ انا عن نفسي، انا عن نفسي بحب ارسمها بقرشته خلاص. يعني انت معاك السلوب بتاعك اللي هو البي 1، مش البي 1 ده حضرتك عارف ان هو تاني الزاويه تان الفا، يبقى كده طبعا معايا البي 1، يبقى انا كده حضرتك جبت الزاويه اللي هي ايه، جبت الزاويه اللي هي الفا، فبقف كده بقرشته خلاص. يعني نفسي بحب اعملها كده، ده ايه اسهل يعني. بقف بقرشته كده، والزاويه دي مثلا 60، تقوم عند 60 درجه اهو حاطط نقطه هنا مثلا، او عشان يبقى ايه كلام واقعي بس مثلا عشان يجي بين النقط يعني، خلاص هتحط نقطه هنا خلاص كده اهو كده مثلا. دي الزاويه اللي انا جبتها ايه من ارسطو، طبعا هي بتبقى ايه لازقه في المثلث كده ايه على الزاويه بتاعتك. توصل نقطتين ببعض خلاص، توصل كده النقطتين ببعض وتمد الخط، يبقى حضرتك كده رسمت ايه يا جماعه، رسمت العلاقه. متشكرين قوي كده، مش عايزين بقى ايه مثلث ارسطو اللي احنا كنا راسمينه ده خلاص، مش عايزين ده كده خلاص. يبقى حضرتك رسمت العلاقه، جبت الداتا بتاعتك ورسمت العلاقه، وادي الخط بتاعي ده اللي هو مين بقى يا جماعه، ده اللي احنا بنسميه يا شباب ها، بنسميه ده ايه، ريجريشن لاين. في اي مشكله كده؟ يبقى دي طريقه حل المساله، تعمل سكاتر الاول بالاسود زي ما انا عامل حضرتك، تقوم رايح عامل حساباتك جايب لنا البي نود والبي 1 خلاص، منهم تحدد النقطه اللي هنا دي اللي هي البي نود، ومن السلوب البي 1 تقوم راسم ايه الزاويه بتاعت حضرتك، وراسم ايه ومطلع لنا الخط ده خلاص يا شباب. ده كده اللي بتقوله لحضرتك، كده بتروح حضرتك توقع الانترسبت بتاعك اللي هو الرقم ده كده بي بتساوي 1.045 خلاص، وقعت حضرتك الانترسبت خلاص كده. تقوم رايح عامل ايه يا جماعه، جايب السلوب بتاعك او راسم بقى الخط بتاعك بسلوب بي بتساوي او بي 1 بيساوي 0.0311. يبقى انت كده حضرتك رسمت الايه، الريجريشن بتوين التو كوانتيتيف فاريبلز. في اي مشكله كده يا جماعه؟ طيب خد بالك بقى من الجمله اللي جايه دي كده، بيقول لي هنا يا جماعه، بيقول لي ذا سلوب اوف ا ريجريشن لاين بريدكتس ذا تشينج ان واي وين اكس انكريزز باي 1 يونت. ده اللي احنا كنا متفقين عليه اصلا في تعريف ايه يا جماعه، الريجريشن خلاص، بيتوقع التغير في واي نتيجه الايه الزياده ب 1 يونت في مين يا جماعه، في الاكس. فانت عندك دي العلاقه صح كده، او الواي بتساوي 1.45 بلس 0.311 اكس. دي معناها ايه يا جماعه؟ بص كده، معناها ان لو عندك حصل زياده خلاص، ستادي تايم انكريز باي 1 يونت، لو حصل زياده 1 يونت في الستادي تايم اللي هو في الاكس بتاعك، وي بريدكت ا ستودنت جي بي اي تو انكريز باي 0.311. يعني لو حصل زياده بمقدار واحد في الاكس، يبقى الواي هتزيد بمقدار كام يا جماعه؟ 0.311 خلاص كده. طيب وهو انا هنديك مثال عشان ناكد لك المعلومه دي يعني خلاص. هقول لك مثلا المثال اللي جاي ده كده، زي ما حضرتك شايف بقول لك عندي طالب كده studies for 6.5 hours a week، ده اللي هو الستادي تايم بتاعه 6 ساعات ونص في الاسبوع تمام كده. حضرتك تتوقع هيجيب جي بي اي كام؟ هتوقع هيجيب جي بي اي كام؟ والله هتروح تقعد في الايكويشن خلاص اهو، تشيل الاكس وتحطه بدل 6.5، هتلاقي وتحسب الواي بتاعته، هتلاقي الواي بتاعته كام يا جماعه؟ 3.47 خلاص، اللي هو من الرسمه لو طلعت من عند 6 ونص خبطت في الريجريشن لاين، هتقدر تجيب لنا مين حضرتك يا جماعه؟ تقدر تجيب الجي بي اي بتاعه اللي هو 3.47. في مشكله كده يا شباب؟ عندنا حاجه بعد كده بقى يا جماعه اسمها الار سكويرد. ايه الار سكويرد دي كمان؟ انا عارف الار، لكن ايه الار سكويرد دي؟ ما هي الار سكويرد دي يا جماعه اللي هي ار في ار، يعني الار سكويرد دي اللي هي ار في ار فعلا. الله طب ايه لازمتها يعني؟ مش فاهم ايه لازمه بقى اللي انت، ما احنا بنجيب ار، ليه بنجيب ار سكويرد يا جماعه؟ تعال نشوف كده الكلمتين دول وبرده ايه نوضح لك واحده واحده. الار حضرتك كان ايه لازمتها يا جماعه؟ الار دي اولا الفاليوز بتاعتها كانت بتوين من بتوين ماينس 1 ل 1 صح كده، الرينج بتاعها ماينس 1 اللي هو بيرفكت نيجاتيفلي كورليشن خلاص، وال 1 ده اللي هو يا جماعه بيرفكت بوزيتيفلي كورليشن. طب تتوقع حضرتك الار سكوير، الار سكوير هتبقى من كام لكام؟ انت خلي بالك ده انت بتجيب السكوير بتاع، يعني احنا قلنا الار سكوير دي هي ار في ار، يعني بتربع الار ده فعلا خلاص. يبقى هل القيم بتاعتها هيبقى فيها نيجاتيف؟ مستحيل، لان انت بتعمل لما بتعمل تربيع للارقام النيجاتيف اكيد بتديك ايه يا جماعه؟ ارقام بوزيتيف. لكن هنا الار سكويرد بقى اهو
هتبقى ارقامها من كام لكام يا جماعه؟ من 0 ل 1. في اي مشكله كده؟ دي اول ايه، اول فرق ما بينهم. طيب الحاجه الثانيه، الار كانت ايه لازمتها؟ هي الار دي كانت بتقيس ايه يا جماعه؟ كانت بت measures the linear relationship between two quantitative variables with respect to direction and strength. يعني الار دي كانت مهمتها اللي هي بتوصف لي الكوريليشن، بتشوف لي ايه يا جماعه؟ السترينث والدايركشن بتاع between بتاعت اللينير ريليشن شيب بتوين التو كوانتيتيف فاريبلز بتوعك. خلاص كده بتقول لك الدايركشن هيمشي ازاي، يا فوق يا تحت يا بوزيتيف يا نيجاتيف. وبتقيس السترينث على حسب قيمه مين يا جماعه؟ على حسب قيمتها، على حسب قيمه الار، يعني اللي هي مثلا لو قريبه من الواحد يبقى دي كده ايه، علاقه قويه خلاص، سترونج ريليشن شيب. لو قريبه من الزيرو يعني لو 0.1 ولا حاجه يبقى دي كده ايه، ويك ريليشن شيب. خلاص كده. طب الار سكويرد بقى هتقول لي ايه؟ يعني ايه الجديد بقى عندنا؟ ايه اللي هيختلف في الار سكويرد؟ بص بقى بيقول لك هيقول لك ان الار سكويرد كده يا جماعه اتس ا ميجر اوف هاو كلوز ايتش داتا بوينت فيتس تو ذا ريجريشن لاين. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ فاكر حضرتك الشرح اللي انا شرحته لك ده، اللي احنا ازاي رسمنا الريجريشن لاين؟ اه تمام. واخد بالك من الريجريشن لاين يا جماعه؟ يعني ما بيمرش يعني النقط كلها ما جاتش عليه خلاص، يعني في فرق مثلا بين القيمه دي خلاص. دي خلي بالك هيبقى ليها اسم بعدين، بعدين عندنا كده يا جماعه اسمها الاكتوال فاليو، والقيمه المقابله ليها على الخط دي كده يا جماعه هيبقى اسمها، خلي بالك بقى، بريدكتد فاليو. ملاحظ ان في فرق ما بينهم صح كده يا جماعه؟ الار سكويرد بقى يا جماعه، الار سكويرد بتقول لك والله قد ايه، قد ايه الاكتوال فاليوز دي خلاص، سواء كانت دي او دي او دي او دي، طبعا يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف، يعني يا اما فوق الخط يا اما تحتيه، قد ايه الاكتوال فاليوز دي يا جماعه قريبه من البريدكتد فاليوز. خلاص دي كده مهمه مين يا جماعه؟ الار سكويرد. يبقى الار سكويرد ومهمتها ايه يا جماعه؟ بتقول لك والله يعني الرقم اللي هيطلع ده اللي هو من 0 ل 1 ده بيقول لك قد ايه الاكتوال فاليوز قريبه من البريدكتد فاليوز. خلاص القيم بتاعتهم ايه؟ الديفرنس ما بينهم ايه يا جماعه؟ قليل. في مشكله كده؟ هتقولي معلش هم مش ده الار. لا هو الار بتقول لك ان العلاقه بينهم قويه ولا لا، يعني العلاقه قويه قد ايه خلاص، مقدار السترينث بتاع العلاقه خلاص، والدايركشن طبعا خلاص بيتوصف يعني بتشوفه من السكاتر بتاعك. لكن دي يعني من الاخر كده دي اكنها بتقيس ايه، الايرور خلاص، يعني الار بتجيب لك السترينث بتاع العلاقه قويه بدرجه قد ايه. في مشكله كده؟ الار سكويرد بقى مهمتها ايه؟ يعني الاكيوريسي بتاعت الايه؟ الريجريشن لاين او البريدكتد فاليوز مع الاكتوال فاليوز. خلاص يبقى دي كده بتركز على الاكيوريسي اكتر. خلاص اتمنى تكون كده ايه الدنيا واضحه الفرق بين الار والار سكويرد. يبقى الار بيقيس السترينث بتوين الجي بي اي والاكس. خلاص بيقيس قوه العلاقه ما بينهم. اه في علاقه قويه ما بينهم. طيب يجي الار سكويرد، انت رسمت الخط والله يعني بص الخط ده اللي هو دقته يعني الاكيوريسي بتاعته قد كده. ده هيجي لمين بقى يا جماعه؟ للار سكويرد. يبقى هنا الار سكويرد بتقيس لك الاكيورسي بتاع الخط اللي هو الديفرنسز بتوين الاكتوال فاليوز والبريدكتد فاليوز خلاص. لكن الار بتقول لك ان في علاقه قويه بينهم ولا ايه ولا لا. يبقى لو رجعنا هنا حضرتك تاني اهو بيقول لك اتس ا ميجر خلاص، دي كده ا ميجر اوف هاو كلوز ايتش داتا بوينت فيتس ذا ريجريشن لاين، قد ايه هي بتفت الايه الريجريشن لاين بتاعك خلاص. وزي ما قلت لك الحته بتاعت الايه الاكتوال فاليوز والبريدكتد فاليوز هتوضح معانا بعد كده ان شاء الله. يعني بيقول لك ان الار سكوير تقدر تقول ان هي بتلقص هاو ويل ذا ريجريشن لاين بريدكتس اكتوال فاليوز، اهي ازاي الريجريشن لاين ده بيتوقع او يعني توقعه اللي هو البريدكتد فاليوز ده قريب من الاكتوال فاليوز اللي هو الاكيورسي ايه او الدقه بتاعته. خلاص كده. طيب عشان نوضح احسن تعالى نشوف كده مع بعض. ده سكاتر للداتا كده شباب، دي كده داتا سكاترد لتو كوانتيتيف فاريبلز خلاص كده. دي الاكتوال فاليوز خلاص، يعني اللي انت رسمه ده السكاتر ده كده اللي هو مين يا جماعه؟ الاكتوال فاليوز. طب حضرتك عايز تعمل ايه بقى؟ ريجريشن. خلي بالك عايز اعمل ريجريشن او عايز ارسم ريجريشن لاين، فلازم حضرتك تجيب البي نود والبي 1 عشان ترسم مين يا جماعه؟ الريجريشن لاين. حلو قوي، رسمت الريجريشن لاين ده كده طلع الريجريشن لاين. في اي مشكله كده يا جماعه؟ طيب خلي بالك انا من غير الريجريشن ده انا ممكن اجيب الار صح، يعني الريجريشن ده لاين ده ما يهمنيش في حسابات الار خالص، انا ممكن اجيب الار من غيره زي ما كنا شفنا في الفيديو اللي فات ما كانش عندي ايه ريجريشن لاين. الريجريشن لاين هيجي المره دي خلاص عشان يجيب لي العلاقه بين التو فاريبلز دول، ويجيب لي الحاجه النقطه اللي هي بالاصفر دي يا جماعه، دي اللي هي البريدكتد فاليوز خلاص.
واخد بالك بقى من حاجه مهمه يا جماعه، دي كده الاكتوال صح، اللي هي بالازرق دي، واللي بالاصفر دي قلنا عليها اللي هي مين يا جماعه؟ البريدكتد فاليوز صح كده. في فرق ما بينهم اهو، اللي بالازرق دي اللي هي الاكتوال، واللي بالاصفر اللي هي الايه؟ البريدكتد. في فرق ما بينهم خلاص. الار سكوير دي هنا عندنا قال لك بتساوي 0.9. طب انت جبت الار سكوير دي منين؟ ما انا قلت لك الار سكوير دي بتساوي ار في ار خلاص. فرحت جبت الار وربطها وعملتها 40، جبت منها مين يا جماعه؟ الار سكوير. فالار سكوير ده هنا طالع 0.9 يا جماعه، يعني الاكيورسي كويسه ما بينهم. طبعا خلي بالك في شغل ابحاث بيعتبروا ان لحد ار مثلا، خلي بالك بص الرقم يعني ار 0.98 دي، يعني 0.98 ده رقم مش كويس، يعني يبدا يعتبر ان هو يعني هيبدا يقبلها من 0.99 يعني. لكن احنا خلينا في يعني كشغل منطقي بالنسبه لك انت، ار بتساوي بوينت، ار سكوير بتساوي 0.8 او 0.88 او 0.9، دي ارقام كويسه. اقل من كده تبقى ارقام مش كويسه خلاص كده. فهنا الار سكوير ده عندنا بيساوي 0.9. يبقى معنى كده ان الاكيورسي بتوين الاكتوال والبريدكتد فاليوز ايه يا جماعه؟ كويس نوعا ما خلاص في البوزيتيف. لكن لو كانت الار سكوير رقم زي ده كده، الار سكوير 0.07، طبعا ده خلي بالك مش هيبقى ابدا العلاقه بين الاكتوال والبريدكتد، العلاقه بين الاكتوال والبريدكتد هيبقى بالمنظر ده. بص الاكتوال فاليوز فين يا جماعه؟ بص الاكتوال فاليو فين؟ وبص البريدكتد فاليو بتاعتها فين؟ خلاص؟ في مسافه كبيره قوي ما بينهم، في مسافه كبيره قوي ما بينهم. يبقى هنا الار سكويرد بتساوي 0.07، ده يبقى غير مقبول تماما. ده انا بقول لك يعني 0.98 ما تتقبلش. فدي كده العلاقه بينهم ايه؟ دي الاكيورسي او العلاقه بين الاكتوال فاليو والبريدكتد فاليو ما تنفعش. يبقى الريجريشن لاين ما ينفعش، يبقى العلاقه ما بينهم كده يا جماعه مش علاقه خط مستقيم، يبقى ما ينفعش السكاتر داتا دي تربطها مع بعض بايه يا جماعه؟ بخط مستقيم خلاص كده. طبعا خلي بالك بقى في حاله عندنا ان الار سكوير تساوي كام؟ واحد. ار سكوير تساوي واحد ده طبعا على طول على طول بقى، انت لما تلاقي زي ما قلت لك احنا يعني لو كنا يعني كملنا الكورس كويس واشتغلنا اللي احنا عايزين نشتغله بجد يعني، ما كانش حصل التوقف ده، كنا اشتغلنا اساينمنتس من ابحاث وكده، طبعا لما تلاقي واحد جايب لك الار سكوير بواحد كده والنقط كلها على الخط، تعرف ان هو فابريك، تعرف ان ده حرامي، بتجيبه على طول وتفقع فيه. بص اسفين ممكن تخليهم يعني ينقل البحث اللي نشره ده يشيلوه من المجله خلاص، ويعملوا له بلوك كمان. وفي ناس مؤذيه في الحاجات دي الصراحه، يعني في ناس بتحب الحاجات دي زي عينيها يعني خلاص، لان ده بارد يعني من فابريك، يعني عامل لك ار سكوير بواحد يعني ده رخم قوي يعني. طيب بص حضرتك كده خد بالك بقى من الجمله اللي جايه دي وركز معايا فيها قوي، تعالى نفهمها عشان مهمه جدا. يعني بيقول لي يا جماعه ان ار سكوير، بص بيقول لك ايه، ذا بيرسنتج اوف فاريشن ان واي ذات از اكونتد فور باي اتس ريجريشن اون اكس. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف كده يعني ايه الكلام ده مع بعض، نوضحه لك ايه بالورقه والقلم احسن. يبقى قبل ما نروح بس هنقرا الجمله تاني عشان تبقى مركز فيها وتفهم انا هعمله. بيقول لك الار سكوير بار تيلز اس ذا بيرسنتج اوف فاريشن، يعني برضه بتقول لنا او بتعرفنا ذا بيرسنتج اوف فاريشن ان واي خلاص، الفاريشن الاختلاف او اللي هو بلس اور ماينس القيمه اللي انت يعني هتيجي في دماغك في الواي ذات از اكونتد فور باي اتس ريجريشن اون اكس. لا خلي بالك انا ايه الدنيا تايهه ومش فاهم الجمله، يعني يعني ايه الار سكوير بتبلغنا بنسبه التغير في الواي خلاص نتيجه الريجريشن بتاعها في اكس؟ تعالى بقى نوضح لك بالورقه والقلم احسن. فاكر حضرتك ده الشغل اللي احنا اشتغلناه صح؟ يعني ده كده العلاقه بتاعتنا اللي احنا جبنا لها البي نود خلاص، جبنا البي نود والبي 1. تعالى كده نفكرك بالمعادله كانت عامله ازاي. خلاص المعادله بتاعتنا بعد ما احنا جبناها يا جماعه كانت بتقول لي ان الواي بتساوي 1.45 زائد 0.331 اكس صح كده؟ دي العلاقه اللي احنا جبناها. طب بصوا معايا، المفروض حضرتك لما تحط الاكس مثلا، نختار اي رقم، نختار اي رقم، هحط الاكس وليكن مثلا يا جماعه ب6، الاكس اللي هي عدد ساعات المذاكره، وتحسب من هنا حضرتك الواي، الواي هتطلع بكام؟ تعالى نحسبها كده. الرقم ده يا شباب لما حسبته طلع معايا 3.44. عارف يعني ايه يا جماعه؟ يعني انت دلوقتي عندك علاقه بين عدد ساعات المذاكره والجي بي اي خلاص، عدد ساعات المذاكره اللي هو اكس والجي بي اي اللي الطالب هيجيبه. طيب فانت الوقت ذاكر 6 ساعات، هتقول لي بس يبقى الطالب ده هيجيب 3 جي بي اي 3.44، في اي مشكله؟ بتبص حضرتك كده لقيت في عيلين كل واحد منهم ذاكر 6 ساعات، لقيت واحد منهم جاب 3.02 والتاني جاب 3.85.
الله، امال ليه 3.44 4 دي؟ ما هو كان المفروض يجيب 3.44 4. عارف امتى يا جماعه؟ لو الار سكويرد في الحاله دي بتساوي 1 خلاص. لكن احنا هنا عندنا حضرتك يعني هوريك كده في المثال لما نرجع له، لما جيت احسب ار سكويرد مثلا للداتا، ار سكويرد للداتا كان طالع 0.88. عارف يعني ايه يا جماعه؟ يعني هنا هيبقى في قيمه الواي دي هيبقى فيها اختلاف، خلاص هيبقى فيها اختلاف يعني بنسبة 0.88 بلس اور ماينس. يعني الطالب ده يا اما هيجيب 3.02 خلاص، يعني هيبقى في فاريشن كده، هيبقى بتوين فاريشن ده هتبقى نسبته تقريبا 88%، يا اما ازيد سوري يا اما اقل، يا اما ايه يا جماعة؟ يا اما ازيد. فهمت كده الحتة اللي احنا بنقول عليها دي، ان الار سكويرد تلقص ذا بيرسنتج اوف فاريشن، بتوضح لنا نسبة الفاريشن اهو، مش في اختلاف، مش في هنا نسبة اختلاف ده عن ده، يعني ده المفروض الرقم اللي يطلع، ده المفروض الرقم اللي حضرتك حسبته، في مشكلة كده؟ ده المفروض الرقم اللي الطالب يجيبه، لقيت انا طالب جايب كذا وطالب تاني جايب كذا، او مثلا في كذا عيل ذاكر 6 ساعات مثلا، فالرينج بتاعهم من هنا لهنا. ما هو ده رينج الفاريشن اللي هو كام يا جماعة؟ 0.88. مش انت حضرتك لما رسمت كده كان عندك دي كده، قلنا النقط اللي على الخط دي اللي هي الايه؟ احنا سميناها ايه يا جماعة؟ البريدكتد فاليوز خلاص. اول لو نرجع الخط تاني، دي كده البريدكتد ودي كده الاكتوال، في مشكله كده؟ ملاحظ هنا حضرتك دي النقطه البريدكتد، ممكن الفاريشن يبقى يا اما يبقى لفوق يا اما ازيد منها يعني بالبوزيتيف، او ممكن زي ما حضرتك شايف يبقى لتحت يا اما يبقى ايه يا جماعه؟ بالنيجاتيف. فانت والله عندك كذا عيل ذاكر 6 ساعات خلاص، والله ممكن بص بقى كده عشان اوضح لك بلون تاني يبقى اظرف شويه، عندي كذا عيل ذاكر 6 ساعات، فحضرتك متوقع ان الكذا عيل اللي ذاكروا 6 ساعات دول يجيبوا الجي بي اي ده اللي هنا ده خلاص. فانت لقيت ان الجي بي اي بتاع الكذا عيل اللي ذاكر ده، لا والله ده بيتحرك من هنا من هنا لهنا بنسبه اللي هي الار سكوير بتاعت اللي هي 88%، او من هنا لهنا بنسبه برضه 88%. يعني الرينج بتاع الجي بي اي بتاع العيال يا جماعه بص كده اهو، لو بس ايه نرسم خط هوريزونتال قوي يعني اهو، يبقى العيال اللي ذاكرت 6 ساعات الجي بي اي بتاعها هيتحرك في الرينج ده. الرينج ده اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو عباره عن الار سكوير اللي حضرتك حسبتها 0.88، يا اما اكتر من الرقم ده خلاص بالمقدار ده، يا اما اقل من الرقم ده بالمقدار ده. يعني الرينج بتاع العيال هيتحرك من هنا لهنا، يعني ممكن تلاقي عيل جايب الرقم ده بالظبط، ممكن تلاقي عيل جايب رقم هنا جي بي اي هنا، ممكن تلاقي عيل جايب جي بي هنا، ممكن عيل تلاقي جايب جي بي هنا، بس مش هيعدي ده بقى، يعني مش هيعدي دي كده يا جماعه. نفس الكلام هنا، هتلاقي عيل جايب اقل من المتوقع، اقل 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 هنا، بس مش هيقل ايه توقعا كده خالص خلاص. ده اللي بتبلغنا مين مين يا جماعه؟ الار سكوير يبقى بتبلغني الفاريشن في الواي خلاص، اكونتد فور ايه يا جماعه؟ قيمه الاكس بتاعتك يعني. ومش لازم يبقى الرقم ده، مش لازم يبقى صراحه الرقم ده يطلع زي ما هو، ممكن يعني اقل حاجه هتطلع ليها دي واكتر حاجه هتطلع اللي هي دي. المهم انت بين ايه؟ 3.02 و3 بوينت ايه يا جماعه؟ 8.5 خلاص كده. يبقى ده الفاريشن اللي بتوضحه لي مين يا جماعه؟ الار سكوير. ده اللي بايه خلاص، فده كده اللي بقول عليه لحضرتك هنا في الايه؟ في الجمله دي خلاص كده. تعال نوضح لك احسن مثال، ده سكاتر اهو بين الستادي تايم والجي بي اي. انا جبت الار لقيتها 0.94، يبقى الار سكوير 0.94 تايمز 0.94، يبقى الار سكوير هيطلع 0.88 خلاص كده. ده معناها ايه يا جماعه؟ خلاص ده معناها ايه؟ ان هيبقى فيه بص كده اهي 88% من الفاريشن ان الجي بي اي اكونتد فور باي اتس ريجريشن اون ستادي تايم. يعني انت القيمه اللي هتطلعها بقى ممكن ما تبقاش القيمه اللي انت حسبتها من المعادله، هيبقى فيها اختلاف كده، رينج بيتراوح ايه يا جماعه؟ بار سكوير باكيورسي 88%. في اي مشكله كده يا جماعه؟ ده ايه؟ ده القصد من الجمله اللي احنا قلناها، ان الار سكوير بتوضح لك الفاريشن اللي ممكن يحصل في قيمه الواي. انت لما تيجي القيمه تجيب القيمه او تشوف مثلا الاكتوال بقى، القيمه الاكتوال بتاعت العيل تلاقيها اقل من البريدكتد، بس كلها سواء اكتر من البريدكتد او اقل من البريدكتد هتبقى فرنج اكيورسي كام يا جماعه؟ 88%. حسب ايه طبعا؟ اللي ايه الار سكوير اللي عندنا في الحاله دي، ممكن حاله تانيه الار سكوير تبقى 0.9، تبقى 0.95، تبقى 0.7 خلاص، فعلى حسب ايه الاكيورسي بتاعتك خلاص. طيب يبقى كده حضرتك في حاجه، يعني انا لما اجيب لحضرتك المساله خلاص واقول لك مثلا احسب لي الار سكوير، هتحسبها بس ما تاخدش، يعني انت حسبت الار سكوير طلعت الرقم ده، لازم بقى تكتب لي الجمله دي بعد كده خلاص. يعني دايما لما اجيب لك مساله زي ما احنا هنشوف ان شاء الله، هناخد الجزء اللي جاي هنتكلم عن حاجه اسمها ريزيديوال، هقول لك ايه الريزيديوال ده اللي هو الجزء الثاني في المحاضره عندنا او الجزء الاخير في المحاضره عندنا، وبعد كده هناخد مساله شامله بقى
يعني هاخد مسألة هقول لحضرتك قول لي الكوريليشن والكوريليشن ايه بين التو فاريبلز دول مثلا، هجيب لك هتشوف زي هنشوف ايه التو فاريبلز اللي انا هكلمك عليهم، وطبعا حضرتك هتحسب الار وتشوف رقم الار. لما تشوف رقم الار مثلا زي ده كده يا جماعة مش هتسكت، يعني خلاص حسبت الار مثلا وليكن الار طلع 0.94 في المسألة اللي انا هديها لك اساينمنت مثلا، تمام طلع 0.94 خلاص مش هتجيب الار وتسكت. يعني بصوا يا جماعة في المسائل اللي انا هجيبها لحضراتكم خلاص الارقام بس عليها نص الدرجة، الكومنتس بتكمل النص التاني. يعني فهنا هتجيب حضرتك الار هتقول لي ايه ده يا جماعه، يبقى كده التو كوانتيتيف فاريبلز دول يا جماعه ار بوزيتيفلي خلاص، او في الكوريليشن بتوين ذيز تو كوانتيتيف فاريبلز ار بوزيتيفلي او سترونج بوزيتيف خلاص او سترونجلي بوزيتيف، في اي مشكله كده خلاص. طيب بالنسبه للرقم اللي هو بتاع الار ده حدد له اهو، عرفت منين اللي هي بوزيتيف من الاشاره بتاعتها ان هي انا بوزيتيف، وسترونج ان الرقم ده قريب من كام يا جماعه؟ من الواحد. لو كان ده طالع نيجاتيف يبقى كنت هقول ايه يا جماعه؟ نيجاتيفلي خلاص، او سترونج نيجاتيفلي ريليشن شيب، سوري سترونج نيجاتيف ريليشن شيب او تمام او كوريليشن بتوين التو كوانتيتيف فاريبلز دول، في اي مشكله كده؟ طب على حسب رقم طبعا بتاع الار، طبعا الرقم بتاع الار طلع تعبان، طلع مثلا 0.6 ولا 0.5 ولا الكلام ده كله، لا هتقول لي بقى العلاقه ايه ما بينهم؟ ويك، تمام كده. طيب خلصت، قمت جايب حضرتك هطلب من حضرتك بقى ايه؟ الريجريشن، هطلب من حضرتك انت الريجريشن، تجيب بقى الريجريشن لاين وتجيب معادلته، بعد كده هطلب من حضرتك الار سكويرد. طب لما حضرتك تجيب الار سكويرد طلعت الرقم ده، ما تسكتش بقى، يعني لما تجيب الرقم ده يا جماعه ما تسكتش خلاص، تقوم كاتب لي الجمله دي تقول لي والله ده 88% من الفاريشن ان الجي بي اي، او على حسب بقى الاساينمنت اللي انا هديهولك تشوف المحور الرابع بتاعه ايه خلاص، 88% من الفاريشن ده از اكونتد فور باي اتس ريجريشن اون ستادي تايم. يعني مثلا لو جبت لك اساينمنت مثلا علاقه بين الماس ترانسفير كوفيشنت والسرعه، خلاص كده جبت لك علاقه بين الماس ترانسفير كوفيشنت والسرعه، فاهم شايف كده؟ طيب لقيت مثلا الار بتاعك طالع مش عارف رقم يعني قريب من الواحد، يعني 0.9 مثلا 0.96، وبالتالي ار سكويرد مثلا طالع 0.92، هتقولي ايه بقى؟ 0.96، هتقولي والله يبقى دي كده علاقة موجبة قوية خلاص، سترونجلي بوزيتيف ريليشن شيب، في مشكلة كده؟ بعد ما تجيب الار هتكتب له الكلمتين دول بيدوك نص الدرجة تاني، والحسابات هتديك نص، تخيل يعني لازم الكومنت، وهتجيب الريجريشن لاين ما بينهم العلاقة بين الواي والاكس، ومثلا هتشوف الار سكويرد قلت لك مثلا هتطلع مثلا 92% ولا 95% ولا حاجة كده مثلا، هتقول لي والله يبقى اذا 92% او 95% اللي هو على حسب بقى الرقم بتاع الار سكويرد اللي هيطلع معاك of the variation in، وتشوف مين اللي على محور واي is accounted for by its regression on ايه اللي على محور اكس بقى تحطه بكام. يعني كان عندنا الماس ترانسفير كوفيشنت على محور واي والسرعة هي اللي على محور اكس. طب والله جيت لقيت حضرتك العلاقة مثلا الار مش عارف 0.5 والار سكويرد مش عارف 0.25 ولا حاجة، خلاص يبقى لا يبقى دي كده ويك ريليشن شيب، ويك بوزيتيف، لان برضو خلي بالك هنا الار ليه اشاره وليه قيمه، الاشاره بتحدد السترينث، سوري الاشاره بتحدد العلاقه هل دايركتلي بروبوشنال ولا انفرسلي بروبوشنال، في اتجاه الموجب ولا في اتجاه السالب، والرقم بيحدد ايه يا جماعه؟ السترينث. في مشكله كده؟ لما تيجي تحسب الار سكوير لقيت الار سكوير مش عارف 0.25 ولا حاجه، يبقى هتقول لي 25% من الفاريشن ان تشوف بقى اللي على محور واي ايه از اكونتد فور باي اتس ريجريشن اون، وتشوف بقى اللي على المحور اكس كان ايه. يعني اللي عايز اعرفه لك يا جماعه في المسائل، انا هجيب لك المساله وهطلب منك حاجات، انا مش هقول لك يعني اتكلم انت، انا هقول لك احسب ده احسب ده وهسكت، انت حضرتك لما تحسب من نفسك لازم تدي كومنتس، لازم تدي كومنتات، في اي مشكله كده؟ يبقى دي لازم ايه حضرتك حاجه تبقى عارف. طيب تعال نشوف الحاجه الاخيره عندنا في المحاضره اللي هي ريزيدوال، وحدد لحضراتكم ايه المثال اللي هيحله، طبعا هيبقى بونص، هو على حسب يعني هنطلب كام حاجه، فالحاجات اللي هنطلبها يعني هقول لكم لما يجي المثال ان شاء الله هيبقى عليه كام درجه بونص. خلاص تعالى بقى نشوف ايه الريزيديو الاول عشان نرجع نشوف ايه المثال البونص بتاعنا. طيب ايه الريزيديو ده بقى يا جماعه؟ بص كده ركز معايا، اهو الحاجه اللي بعد كده عندنا او اخر حاجه في المحاضره ريزيديو. ايه الريزيديو ده يا شباب؟ تعالى نشوف كده، بيقول لي الريزيديو ده هاو فار اوف ذا بريدكتد فاليو is from the actual value، بيحدد لك ان القيمه البريدكتد قد ايه بعيد عن القيمه الاكتوال، او العكس يعني الاكتوال بعيد قد ايه عن البريدكتد. هتقول لي لا لحظه واحده كده معلش ثواني، مش ده كان الار سكويرد يا عم؟ مش انت لسه مديهولي ان ده كده الار سكويرد؟ لا الار سكويرد والله بيجيب لك الاكيورسي، يعني بيجيبها لك كبيرسنت خلاص او كبيرسنت، لكن هنا هو هيجيب لك الرقم بقى بالظبط،
يعني انا بقول لك ان نسبة 88% في مشكلة كده، لكن الرقم بالظبط كام يعني كل قيمة بقى من الاكتوال بعيد قد ايه عن البريدكتد، ده اللي بيجيبها لي مين يا جماعة؟ الريزيديوال. خلاص يعني بيقول لك اهو تيل اس ذا ايرور ان ا بريدكشن. ما انت تقول له اهو الايرور اللي هي الاكيورسي، يعني يعني قصدك الار سكويرد؟ ايوه والله ما انا عارف، ما هو الار سكويرد بيجيب لك كبرسنت، يعني هو بيجيبها لك لعموم النقط كده كبرسنت كام في المية، لكن ده هيجيب لك بقى لكل نقطة معينة هي بعيدة قد ايه خلاص عن القيمة الاكتوال بتاعته. يعني ده هيجيب لك يا جماعة ان القصد هنا يا شباب الريزيديوال هيجيب لك كرقم، كرقم بالظبط، لكن الار سكوير بيجيبها ايه يا جماعة؟ كبرسنت. في اي مشكلة كده؟ طيب ده الفرق بين ايه الريزيديوال والار سكوير، بس عشان الناس ايه ما تتلخبطش ما بينهم. طيب يبقى هنا احنا هنعرف الايه قد ايه الاكتوال فاليو خلاص بعيد عن البريدكتد فاليو. فبيقول لي هنا الريزيديوال بيساوي الاكتوال خلاص الاكتوال فاليو اوف واي ناقص الايه البريدكتد فاليو اوف واي. في اي مشكله كده يا جماعه؟ ده اللي هو مين؟ الريزيديوال. طيب يعني لو عندنا مثال زي ده كده، او هنأجل مثال يعني الاول، يعني انت عارف ان هو الريزيديوال هو الاكتوال ناقص البريدكتد، يعني اللي احنا بنسميها الواي اي اللي هي القيمه اللي هي موجوده في الجدول عندك خلاص كده ناقص الواي هات. الواي هات ده يا جماعه اللي هو من الريجريشن لاين، اللي هي القيمه من الريجريشن لاين اللي هي القيمه الايه دي يا جماعه؟ البريدكتد اهو يا شباب. فهنا الواي اي دي هي الاكتوال فاليو اوف واي، هي مش كده؟ يبقى دي كده الايه الاكتوال فاليو اوف واي. الواي هات دي اللي هي البريدكتد فاليو اللي هي بتيجي من ايه؟ من الريجريشن لاين. في اي مشكله كده؟ طيب يعني لو عندي مثال اهو بتاعنا اللي هو بتاع المره اللي فاتت، الجي بي اي قصاد الاستادي تايم ان اورز، خلاص ده كده الجي بي اي قصاد الاستادي تايم. حلو قوي، ده كده انا رسمت الريجريشن لاين بتاعي، وفي نقط حضرتك اللي انت شايفها دي كده اهي، دي كده دي الاكتوال فاليوز خلاص كده، وده الريجريشن لاين، يعني دي كده اكتوال فاليو. البريدكتد فاليو بتاعتها اهي دي كده اكتوال فاليو، البريدكتد فاليو بتاعتها اللي هي على الخط خلاص اللي هو على الريجريشن لاين ده كده. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب انت عايز حضرتك تحسب بقى حاجه اسمها ايه؟ الريزيديوال، صح كده؟ لو فاكر اهو ده كده في ديفرنس ما بينهم، ما بين الاكتوال فاليو مين والبريدكتد فاليو خلاص. طيب الريزيديوال بتاعنا قلنا ان هو بيساوي مين يا جماعه؟ واي اي ناقص واي اكتوال، يعني الاكتوال واي اي سوري واي اي ناقص الايه الواي هات. الواي اي دي اللي هي الاكتوال فاليو، والواي هات اللي هي الايه البريدكتد فاليو. حلو قوي كده. طيب عايزين بقى نحسب، ماشي عايز احسب الريزيديوال ده، هحسبه ازاي؟ والله بص انت القيمه اللي هي الاكتوال دي معاك الاكس والواي بتاعها، في مشكله كده؟ ده من الجدول، يعني انت الجدول اللي معاك فيه قيمه اكس وواي، في مشاكل كده؟ طب القيمه البريدكتد دي القيمه ما انت خلي بالك بقى، ما انت معاك الاكس، خلي بالك لو بصيت هتلاقي الاكس هي هي، يعني الاكس بتاع البريدكتد هي هي الاكس بتاع مين يا جماعه؟ الاكتوال. فانت عندك الاكس وواي بتوع الاكتوال موجودين في التيبل خلاص، الاكس موجود كده كده بتاع البريدكتد، فانت عشان تجيب الواي بريدكتد اللي هي الواي هات دي هتجيبها منين يا جماعه؟ من الايكويشن. يبقى كده عندك الاكتوال فاليو والبريدكتد فاليو، تروح حضرتك تجيب لنا مين يا شباب؟ الريزيديوال. خلاص وصلت كده حضرتك؟ تمام. طيب يبقى هنا ده اللي هيحصل هنا، هو بقول لك ان الاكس بتاعتهم واحده اللي هي مثلا 5 خلاص، الاكتوال فاليو موجوده عندك في الجدول خلاص اللي هي 3.5. حضرتك عايز مين دلوقتي بقى؟ عايز تجيب البريدكتد. في اي مشكله؟ طبعا عشان اجيب البريدكتد فاليو هتجيبها منين دي؟ من الكورليشن بتاعتك، او طبعا لو عندك الرسمه تقدر، لو انت رسمت يعني وعايز تجيبها من الرسمه براحتك، عايز تجيبها من الكورليشن براحتك برضه مفيش اي مشكله خالص. في اي مشكله؟ طيب فانت جبت كده الاكتوال فاليو 3.5 والبريدكتد فاليو بكام يا جماعه؟ 3. يبقى كده حضرتك تقدر تحسب لنا مين؟ الريزيديوال. خلاص؟ طيب اللي هو هيبقى هنا عندنا الريزيديوال بيساوي ال 3.5 ناقص 3 اللي هو الاكتوال ناقص البريدكتد الواي اي ناقص الواي هات، يعني الريزيديوال هيطلع بكام يا جماعه؟ بنص. طب هل الريزيديوال ده اهو الريزيديوال ده اللي ايه من الاكتوال والبريدكتد بكام؟ بنص. تمام؟ طيب هل الريزيديوال ده يا جماعه لازم يبقى بوزيتيف؟ لا ممكن يبقى نيجاتيف. ازاي؟ ما انت ممكن الاكتوال فاليو تبقى تحت زي حضرتك شايفها كده اهو، تبقى زي دي كده بالظبط، دي كده الاكتوال فاليو، وبالتالي البريدكتد هتبقى اكبر منها، يبقى الريزيديوال ممكن يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى نيجاتيف. يبقى تخلي بالك من الكلام ده زي ما قلت لك، لان انا لما بجيب لك المساله، ما انت المساله يعني اي عيل صغير ممكن يحلها خلاص، بس اللي عايزه منك الكومنتس، ده اللي عايزه منك. ويعني ان شاء الله يعني لينا عمر وهننفذ الكلام اللي كنت قلت لكم عليه في المحاضره، اللي احنا نجيب ابحاث ونشتغل عليها لو لينا في العمر بقيه، يعني يعني لو عشنا السنه الجايه باذن الله، لما لو درست لكم يعني هنحاول اللي احنا اللي مهتم بالموضوع ده يعني حتى خارج يعني طبعا الماده اللي حددها لكم مش هيبقى لها علاقه بالكلام ده يعني، بس يعني اللي عايز يشتغل في الكلام ده احنا ممكن نكمل فيه
يعني يبقى ابحاث واشتغل عليها حتى الكلام ده، والحاجات الزياده اللي احنا ما لحقناش نخلصها في الكورس او اللي هتحتاج شغل اكتر في الابحاث، ممكن يعني اللي مهتم وعايز يشتغل لو في حد كده يعني يبقى هبقى تابع معايا، والحاجات اللي ناقصانا في الكورس يعني يبقى نزودها له يعني، ويشتغل على البحث، وزي ما قلتكم ده لو اتنشر او في مجله كويسه او جاب فلوس كويسه كلها بتاعتكم، خلاص مش عايز منها حاجه، ومجرد بس ان احنا ايه هنشتغل وننشر ابحاث وبيجيب فلوس وتبقى الدنيا كويسه ان شاء الله يعني. خلاص كده. طيب نرجع نكمل كلامنا هنا بالنسبه للريزيديوال، هل لازم يبقى بوزيتيف؟ قلنا لا، ممكن يبقى نيجاتيف، لان ممكن النقطه الاكتوال تبقى ايه يا جماعه، تبقى تحت النقطه الايه البريدكتد. في اي مشكله كده؟ زي مثال عندنا اللي هو الكلام ده كده، ادي عندي الاكس بتاعي بيساوي 2، وشفت الواي اي بتاعي بيساوي 1.5، ده طبعا هتبقى موجوده في الجدول يعني، القيمه هتبقى موجوده في الجدول. طيب حضرتك عايز البريدكتد، خلاص عايز البريدكت اللي هي من على الريجريشن لاين، يا اما تجيبها من الرسمه بتاعتك لو هتعرف تجيبها، يا اما انت حضرتك هتكون جبت الكورليشن، تعوض في الكورليشن تجيب لنا الواي بتاعتك بكام، الواي بريدكتد بكام اللي هي الواي هات. خلاص طيب هتحسب الواي هات بتاعتك، شوف هتطلع بكام، او من الكورليشن اللي احنا كنا جايبينها زي ما قلت لك، افضل يعني بدل ما تستخدم الرسمه وايه وتتلخبط، او يطلع مثلا مش عند رقم مظبوط مثلا يعني، طالع هنا اهو فوق الاثنين بشويه، فممكن حضرتك ما تعرفش تحددها، فمن الكورليشن ايه هتبقى افضل، تجيب لنا الواي هات. الواي هات طلعت 2.072. طب يبقى الريزيديوال بتاعنا كده هيساوي كام يا جماعه؟ ها بالظبط، الواي اي ناقص الواي هات، الواي اي اللي هي بكام؟ 1.5، والواي هات اللي هي بكام؟ ب 2.072. يبقى كده الريزيديوال هيطلع ايه يا جماعه؟ هيطلع نيجاتيف. في اي مشاكل كده يا جماعه؟ دي الحته اللي هي بتاعت ايه؟ الريزيديوال. يبقى كده الريزيديوال عندنا طالع ماينس 0.572، طالع معايا نيجاتيف. معنى الريزيديوال طالع نيجاتيف يا جماعه يبقى الاكتوال فاليو تحت البريدكتد فاليو، لكن لو الريزيديوال طالع بوزيتيف، خلاص لو الريزيديوال زي في الحاله اللي فوق دي كده، الريزيديوال عندنا طالع بوزيتيف، بوزيتيف معناه ايه يا جماعه؟ ان يبقى ده معناه ان الاكتوال فاليو فوق ايه يا شباب؟ فوق البريدكتد فاليو زي ما حضرتك شايف كده. خلاص ده كده يا شباب اللي احنا عايزين نتكلم عليه في موضوع ايه؟ الريزيديوال. تمام، اتمنى كده تكون المحاضرة بتاعت النهاردة واضحة ان شاء الله. تعالى بقى نشوف حضرتك ايه المثال اللي هو البونص واللي هطلبه منك. خلاص ركز معايا كده في المثال، هيبقى علاقة بين التمبرتشر خلاص وسعر الايس كريم. تعالى كده نشوف المثال واشوف هطلب من حضرتك ايه، وهقول لك البونص عليه كام دلوقتي. دي المسألة بتاعتنا كده يا جماعة، علاقة بين التمبرتشر بالسيلزيوس والايس كريم سيلز بالدولار. خلاص ادي دي ده الجدول اللي عندنا، ودي الطلبات الخمسة اللي انا عايزهم من حضرتك. خلاص هو ده طبعا الار سكويرد. تمام، المسألة دي هيبقى عليها 5 درجات بونص لأسرع أصح واحد يحلها كلها، يعني أسرع أصح واحد حلها كلها. خلاص لو اللي حلها كلها الأول كلها صح 5 درجات. خلاص وبنأكد تاني عشان ما حدش يقول لي أنا جبت أرقام، الأرقام دي خليها لك. خلاص أنا عايز الكومنتس، خلاص أنا عايز الكومنتس كاملة، وأنا شرحت كل حاجة. خلاص يعني لما تجيب قيمة الآر، تجيب قيمة الآر سكوير، تجيب قيمة ريزيديوال، يعني على حسب بقى. خلاص أنت فهمت، في حاجات على حسب الساين وعلى حسب القيمة، أو في حاجات على حسب الاتنين، تقوم إيه رازع لي الكومنت على طول. مش هحرق الكومنت، يبقى كأنك ما حلتش، يبقى كأن ملهاش لازمة، الأرقام دي في منتهى العباطة يعني. خلاص أو ممكن تحطها على إكسل تجيبها أصلا يعني. خلاص ده كده الاساينمنت، واسرع صح يعني ان شاء الله ايه دي 5 درجات. بتوفيق ان شاء الله شباب، وان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هتبقى اخر محاضره هنتكلم فيها عن حاجه اسمها الداينستي كيرف وعن النورمال ديستريبيوشن كيرف، هتبقى محاضره في منتهى الاهميه. ولما ناخدها هدي لحضراتكم الاساينمنت، لان الاساينمنت زي ما قلت لكم هترسم بقى ايه، يعني هيبقى في 5 حاجات هترسموا على حسب عدد الاعضاء اللي في الجروب. احنا متفقين جروب 5، حد هيرسم الداينستي كيرف، حد هيرسم النورمال ديستريبيوشن كيرف، حد هيرسم لنا هيستوجرام، حد هيرسم باي تشارت، حد هيرسم بوكس وايسكر. خلاص كده كل واحد عشان بس يبقى كاساينمنت وتدريب لينا على الايميل الجامعي، او اكون جهزت حتى الفورم ترفع لي عليها. كل واحد من حضراتكم خلاص يعني هيبعت لي ايميل بالحاجه بتاعته دي، خلاص باللي هو شوفوا انتوا هتظبطوها انتوا مع بعض زي ما انتوا عايزين، مش هجبركم يعني. كل واحد شوف هيرسم ايه من الحاجات دي، يعني وزعوا الشغل على بعض انتوا براحتكم خالص،
وكل واحد زي ما قلت لكم لو بعت لي على الايميل، يعني بص عشان يعني ما استاذنكم، بس هو انا كده كده الايميل للجميع انا متاكد ان هو عندي شغال خلاص، فهديك ايميل تاني تبعت عليه عشان ما يبقاش فيه زحمه في الايميلات عندي وتبوظ لي الايميلات بتاعت الشغل. هبعت لكم ايميل تاني تبعت عليه، بس انت هتبعت من الايميل الجماعي بتاعك انت خلاص، انت هتبعت من الايميل الجماعي بتاعك انت خلاص. ولما تظبط الفورم بتاعت مايكروسوفت هبقى ابعتها لكم ان شاء الله برضو، وحضرتك تعمل ابلود لايه، لاي فايل عليها يعني خلاص. يبقى ان شاء الله لما ناخد الدينستي، يعني عشان برضه يعني عشان لو حدش فاهم او متلخبط يعني خلينا في الاكزام ده دلوقتي، ولما ناخد الدينستي كيرف والنورمال ديستريبيوشن كيرف ان شاء الله هكون منزل لكم الاساينمنت جاهزه وواضحه، هتبعت ازاي وهتعمل ايه وعلى ايه والكلام ده كله خلاص. وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب.